ناس شايفة البطولة ازاي، شايفة ازاي المنتخب المصري، توقعاتهم ليه، زي ما بنقول احنا يعني برضو نقاط، المواطن او المشاهد او المشجع برضو بيبص وبيتابع وبيقول كده اراء. خلونا نتابع ده مع حضراتكم وارجع اسمع تعليقات. اتفضل. توقعاتك لفرصة منتخب مصر في الحصول على بطولة امم افريقيا؟ ان شاء الله نكسب يعني البطولة بتاعتنا، واحنا بنعرف ناخد البطولات ديت، وهناخد البطولة ان شاء الله عشان على ارضنا ويوم سهل يعني ان شاء الله. ان شاء الله فرصتنا كبيره، وجود مهم صلاح ومنني والمجموعه الكبيره اللي موجوده دي، ان شاء الله ناخد البطوله بسهوله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله فرصه كبيره باذن الله، لان معانا نجوم برضو، برغم ان هي لما منتخب نجوم كثيره، منها سادي ماني ومنها من افضل النجوم والعرب برضو المغرب وكله، لكن ان شاء الله املنا في مصر كبير ان هي تاخد البطوله وصلاح يتوج بيها، لان محتاجينها لصلاح في حاجات تانية كتير، لان محتاجين صلاح ياخد احسن لاعب في العالم. ان شاء الله نكسب البطوله دي على ملعبنا، ولازم ان شاء الله نكسبها بالجماهير، بالارض، بناسنا، بروحنا الحلوه ان شاء الله، روح الشعب ودعم الرئيس نفسه اللي راح لهم ويشجع اللعيبه وحفزهم، فان شاء الله ناخدها البطوله ان شاء الله. الشعب المصري كله بيتوقع ان شاء الله يبقى الفوز لمصر، وبعدين جميع الاجواء مهيئه ليهم ان هم يحققوا نجاح ان شاء الله باذن الله تعالى، وبدعوات المصريين هيكسب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله انا توقعاتي الفوز للمنتخب المصري، واتمنى منهم ان هم يتحلوا باللعب الجماعي مع بعض. باذن الله هياخد البطوله وهيكون يطلع ياخد المركز الاول. متوقع المنتخب يطلع يلعب مركز النهائي ان شاء الله. ان شاء الله المنتخب هيأدي متوشة كويسه، وان شاء الله يحالفوا الحظ، وان شاء الله المكسب. يعني احنا نتمنى ان احنا نعدي بس من الدور الاول ده على خير، وبعد كده يبقى فيه كلام تاني بعد كده بالفوز ان شاء الله.